بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دخلت سمعوا اش قالت هاد المرأة بعد العشرة الطويلة مع راجلها. الراجل اللي يعطيني قيمة يبقى معايا ديما، والراجل اللي يدني نعاملو كيف البهيمة، نكرو من حياتي ونرجعو معرفة قديمة. والمرأة اللي كتعطي راجلها الوقت زايد كتكبر لي الشان وكيحسب راسو قايد، واللي عافها راجلها ما دلش راسها وتكلمو، تخلي لي عذاب ضمير وتخلي الزمان يعلمو. كاين الراجل اللي كيتسنى من مراتو غير السبة، وكيسل الخيط من الكبة، ومن الحبة تيدير قبة. الراجل مسخوط ما يتربى، والراجل رخيص كيبقى رخيص واخا بالذهب يتغطى. كاين الراجل اللي كيبقى مع مراتو حتى تموت، وكاين الراجل اللي كيدي مراتو حتى الفم الموت. الغلط ديال المرأة كتحب الراجل بلا قدر، وملي تحتاجو ينكرها ويعطيها بالظهر. بعد ما تصبر وتقهر كتسطر عليه بالحمر، وديرو على الهامش بعد ما كان في اول سطر، واخا يعطيها مال الدنيا معاه ما تهضر. اعزائي المشاهدين، ما تظنوش اني ضد الراجل، لان بابا الله يرحمه كان اكرم وارحم راجل شفته في حياتي. كان كريم ورحيم على امي الله يرحمها، بعد ما تشلات وبقى كريم وحنون معاها حتى ماتت. انا كنتكلم على رجال اشرار، ماشي رجال بمعنى الكلمه اللي عندهم صفات بابا الله يرحمه. كنتكلم على رجال اللي كيظلموا المراه وكيحطموا النفسيه ديالها، وكاين بعض الرجال اللي كيسلبوا المال ديالهم وكيسلبوا حتى راحه بالهم. خذوا بالكم الرجال، الدنيا فانيه، والمرأة ما نعطاها لكم الله سبحانه وتعالى وحطها في كتافكم. كاين بعض الرجال كيسيئوا المرأة وكيقلوا من شأنها ومن عقلها، ربما كيوصلوا الأمر ديالهم حتى كيسيئوا الشرف ديالها والعفة ديالها. لأن المرأة بالنسبة لي حيوان كياخد منها اللي يبغى ويركلها بدون شعور أو إحساس، حتى كتدخل المرأة في صدمة عنيفة. وكاين بعض الرجال كيبينوا للمراه الاحترام وكيلعنها في الداخل ديالو وبين صحابه. الهدف ديالو دنيء، كيشوف المراه على انها جسد، وجسد بدون فكر او احساس او احترام او عقل، وكيعاملها بحال شي واحد غبي. وملي كيمل منها كيبدلها بخرى، وما كيراعيش العشره والملح، وما كيراعيش الامانه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى. في الصباح كيقول ليها حبيبتي، وفي العشيه كيقول لصحابو راني غادي عند النعجه مراتي. كيخول العرض والشرف ديالو بلا ما يفكر، انه كيهدم البيت ديالو وكيوسخ راسو قبل عائلته، وكيحطم قلب مراته وكيجرحها بدون احساس. اللي بغيتكم تعرفوا هو اني ما كنكرهش الراجل، الراجل سند ديال المراه وظهرها، ولكن كنكره اشرار الرجال اللي ما كيحترموش المراه. نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تحطوا لي ارائكم في التعليق. وكنشكر جميع المشاهدين اللي كيشوفوا القناه ديالي وكيتبعوني، شكرا لكم جميعا سواء داخل المغرب او خارج المغرب. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى.